يخضع ملايين الناس في العالم إلى العزلة والحظر الصحي في المنازل، والذي فرضته الحكومات على شعوبها أملاً في الحد من انتشار وباء كورونا، والذي أسفر عن وفاة الآلاف في بلدان مختلفة. هذا الإجراء المشدد الغير مسبوق في تاريخ البشرية يجري تنفيذه بدرجات متفاوتة حسب الدول، والتي أصدرت قرارات بالحجر العام أو التوصيات أو حظر التجول، ومن تلك الدول كانت النمسا. ففي 26 من شهر كانون الثاني، كانت السلطات الصحية النمساوية قد أعلنت عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى مضيف الطيران الصينية في فيينا، كانت في مدينة ووهان قبل أيام قليلة. كما أعلنت السلطات النمساوية عن وفاة أول شخص جراء الإصابة بفيروس كورونا في فيينا، وكان ذلك بتاريخ 12 من شهر آذار، حيث أصيب بالفيروس خلال عودته من إيطاليا في شهر شباط. ما هي الإجراءات والقرارات التي اتخذتها النمسا للحد من انتشار الفيروس؟ مع إن تجاوز عدد المصابين 1000 شخص، فرضت العاصمة فيينا بتاريخ 14 من شهر آذار قيوداً صارمة في إطار جهودها لاحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد. كان من ضمن تلك الإجراءات إغلاق 47 نقطة عبور حدودية بين النمسا وإيطاليا، تقييد حركة المرور ببعض مناطق العبور بكارنثيا وتيرول، وحصرها بين 6 صباحاً والتاسعة مساءً من كل يوم. أيضاً حظر الرحلات الجوية القادمة من إسبانيا وسويسرا وإيطاليا وفرنسا، إغلاق الحدود مع ألمانيا اعتباراً من 18 من شهر آذار، إغلاق جميع المطاعم والمتاجر والمقاهي والحانات والأندية ومراكز الترفيه والمدارس باستثناء الأغذية والصيدليات اعتباراً من 17 من شهر آذار. أيضاً تم تعليق المدارس والجامعات لغاية 12 من شهر نيسان. حظر التجمعات التي تزيد عن 5 أشخاص، حيث سمح للناس بمغادرة شققهم للذهاب إلى السوبرماركت أو العمل أو مساعدة الآخرين حصراً، مع حق الشرطة في استجواب أي شخص خارج المنزل، أي أنه إذا أوقفتك الشرطة فلا يوجد أي مبرر للهلع أو الخوف، فهذا هو إجراء من الإجراءات التي فرضتها الحكومة، ويحق للشرطة أن تقوم باستجوابك. إلزامية ارتداء الكمامات في الأسواق وعند الدخول للسوبر ماركت، إذ دخل القانون حيز التنفيذ بتاريخ 1 نيسان، في حال المخالفة قد تصل الغرامة إلى 3600 يورو، ليس بالمبلغ القليل. كما أقرت الحكومة أنه ابتداء من 13 من نيسان سيكون قناع الوجه إلزامياً في وسائل النقل العام، وسيلتزم الركاب بارتداء ماسكات أو أوشحة تغطي الأنف والفم، وإلا فإنهم سيتعرضون لغرامة قدرها 25 يورو. كما أن الاقتراب من الغرباء لمسافة أقل من متر واحد أيضاً غرامتها 50 يورو. يكون ارتداء الكمامة أيضاً إلزامياً في السيارة في حال وجود شخص غير السائق بقربه، وغرامة المخالفة تصل إلى 50 يورو. إنه بلد المخالفات. يذكر أنه مع مواجهة العالم الشرسة للفيروس، أعلنت النمسا بتاريخ 20 من شهر آذار عن تمديد إجراءات تقييد الحركة لغاية 13 من شهر نيسان. ومن الغرامات المفروضة أيضاً 600 يورو في حال دخلت منطقة رياضية، 600 يورو إذا قمت بزيارة منطقة مغلقة، 3000 يورو إذا قام شخص بفتح متجر غير مصرح له في هذه المرحلة، 30000 يورو غرامة قصوى لأصحاب المحلات والمتاجر الضخمة الممنوعة من الفتح، طبعا هذا في حال المخالفة. هذا ومع انخفاض أعداد الوفيات في النمسا، وضعت النمسا يوم الاثنين في 6 من شهر نيسان خطة على مراحل للعودة التدريجية إلى الحياة وإنهاء الحجر الصحي العام في البلاد، وهذه تعتبر هي الخطوة الأولى من نوعها. فما هي القرارات التي اتخذتها النمسا للعودة تدريجيا إلى الحياة؟ وفقا للخطة، مبدئيا واعتبارا من 14 من نيسان، تبدأ المتاجر التي لا تزيد مساحتها عن 400 متر مربع بفتح أبوابها تدريجياً، ولكن مع التقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، فضلاً عن إعادة فتح الحدائق العامة.
في حين ستكون جميع المحلات والمتاجر مفتوحة بداية شهر أيار، أي أن جميع المتاجر بداية شهر أيار ستكون مفتوحة، فيما لن يسمح بأي فعاليات عامة حتى نهاية شهر حزيران. اعتبارا من الأول من أيار سيتم السماح لصالونات الحلاقة بالعودة إلى العمل، كما ستفتح المطاعم أيضا لغاية الساعة 11 ليلا، والفنادق ومقدمي الخدمات الأخرى ودور العبادة ومراكز الخدمات الدينية ابتداء من منتصف شهر أيار. اعتبارا من الأول من أيار أيضا سيتم السماح من جديد بممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق، مثل ألعاب القوى والتنس والغولف وركوب الخيل وكرة القدم. أما الألعاب الرياضية التي تقام في الصالات المغلقة مثل كرة اليد وتنس الطاولة والجيدو والكاراتيه ستظل محظورة في الوقت الحالي. للأسف يبدأ فتح المعارض والمتاحف اعتبارا من 15 من شهر أيار، بينما المهرجانات ودور السينما لن تكون قبل الخريف المقبل. بالنسبة للتعليم فهو مستمر ولكن عن بعد، ذلك حتى منتصف أيار، ولكن تبدأ بعض المدارس بفتح أبوابها مثل الماتورة والمدارس الصناعية، وذلك ابتداء من 4 من شهر أيار. إجراء امتحانات الشهادات الثانوية والصناعية وذلك في مواعيدها لكن وفق تدابير صارمة، في حين لن يتم افتتاح الجامعات حتى بداية العام الدراسي المقبل، وسيتم متابعة الأبحاث والاختبارات رقميا. أيضا بالنسبة للحكومة ذكرت بأنه هناك إمكانية فتح الحدود بين الدول التي انتصرت على الفيروس أو لديها أعداد مصابين بالعدوى متدنية للغاية. ورغم جميع تلك القرارات، مع ذلك كان المستشار النمساوي سيباستيان كورتس قد ذكر بأن تخفيف الإجراءات لا يعني عودة الأمور إلى سابق عهدها، إذ يجب الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على مسافة أمان مع الآخرين. تعرضت حكومة كورتس للانتقادات من قبل حزب الشعب وحزب الخضر بسبب قرارات تخفيف الإجراءات، حيث يرى البعض أن حكومة كورتس تفضل إنقاذ الاقتصاد النمساوي بدلاً من المواطنين. يذكر أن فيروس كورونا هو من نفس عائلة الفيروس الذي يسبب مرض السارس أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في آسيا في عام 2003 وتسبب بوفاة أكثر من 700 شخص. قدر عدد الإصابات في العالم أجمع بفيروس كورونا، والذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في نهاية ديسمبر الماضي، إلى 1,600,000 إصابة، فيما تخطت الوفيات حاجز 95,000 حالة. شكرا لمتابعتكم، ألتقيكم بالمختصر المفيد القادم.